بسم الله الرحمن الرحيم، على إثر الحادث الأليم الذي أودى بحياة أحد العمال معمل تستيل بالخدارة جماعة الساحل ولاد حريز، تنظم اليوم الساكنة وقفة احتجاجية أمام مقر العمالة لتبلغ صوتها العال إلى ممثل صاحب الجلالة على إقليم برشيد بكونه المسؤول الأول على تنفيذ تعليمات وتوجيهات صاحب الجلالة تجاه رعاياه. فبعدما تكررت المآسي والضحايا بهذا المعمل الخاص بتذويب متلاشيات الحديد والألمنيوم، ونظرا لما خلفه من عدد الضحايا داخله ومن مآسي على الصحة والبيئة على الساكنة المجاورة، حيث يقوم هذا المصنع بنشاطه بدون أي وسائل للصحة والسلامة داخل المصنع وبدون القيام بأي إجراءات تناسب وهذه الأنشطة الملوثة، حيث يقوم بإصدار إنبعاثات سامة عبارة عن دخان تتكون مكوناته من عدة مكونات قاتلة، على سبيل المثال أحادي الأكسيد الكربون وثنائي أكسيد الكربون، وكذا أحادي الأزوت وثنائي أكسيد الأزوت، وأحادي أكسيد الصفر وثنائي أكسيد الصفر، إلى غير ذلك من الانبعاثات التي تضر بالجهاز التنفسي، حيث خلفت عدة أمراض مزمنة للساكنة خاصة بالنسبة للمواليد والرضع والشيوخ. الأولى نوجهها إلى عامل صاحب الجلالة باعتباره هو المسؤول الأول على الإقليم وباعتباره هو ممثل صاحب الجلالة على هذا الإقليم. والرسالة الثانية نوجهها إلى كافة المتداخلين من وزارات وقطاعات مختلفة، وزارة البيئة، وزارة التجهيز، وزارة الداخلية، إلى كافة رئيس الحكومة وإلى كل من له القدرة على التدخل وإيقاف هذا الضرر. وبالتأكيد وباستشارة جميع الساكنة وتلبية لإرادتهم، سنقوم باستكمال المسير، حيث سنستدعي جميع فعاليات المجتمع المدني الذي هو بالتأكيد يقاسمون ويشاطرون الرأي بضرورة رفع هذا الضرر. سنستدعيه لرفع مستوى هذا التحدي ولرفع مستوى الترافع. إن لم تتخذ الجهات الإقليمية والمحلية ما يتوجب عليها من مسؤوليات وإجراءات لرفع هذا الضرر، فطريقنا سالكة بطبيعة الحال إلى الرباط إن شاء الله، وإن اقتدى الحال فأمام القصر الملكي لنوصل رسالتنا إلى من يقطعها على مسامع صاحب الجلالة ملكنا محمد السادس أيده الله ونصره وأطال عمره.